في مقام السيد هاشم تحضر البركة. أهالي الحي تعرضوا لعملية تهجير من هذا المكان، ولكن اليوم عبر برنامج قناديل الأقصى وقناة أصيل الفضائية قمنا بزيارة هذا المكان، وقد ساهمنا بفضل جهودكم مشاهدينا الكرام في المشهد الذي ترونه. حياكم الله، نرحب بكم باسم هذا الحي المبارك، حي السيد هاشم، وهذا المسجد والمقام المبارك، المسجد العتيق العريق في سقيا الماء، والتي كانت اليوم على شرف برنامج قناديل الأقصى تم سقيا الماء لأهل هذا الحي، وإضافة إلى دعم بسيط جدا للإخوة العاملين على هذا المشروع والمتطوعين. فسعدنا في قدومكم بجوار هذا المسجد القديم العتيق. عن كم واحد يسكن الحي هنا؟ تتكلم أنت هنا عن غزة القديمة. غزة القديمة يعني المنطقة المزدحمة في غزة. تتحدث الحي هنا ما يسكن أكثر من 10,000 نسمة. نعم. يعني هذا يخدم البير، يفرع لأكثر من مكان أو لأكثر من محطة أو لأكثر من بير الموتور هنا. نعم. لأكثر من بير، فبالتالي بتم سقيا الحي أو نصف الحي تقريبا. نعم. يعني إحنا من مياه السيد هاشم جد رسولنا الكريم مصر. اليوم وفرنا المياه للأهالي الصامدين هنا. بالضبط. أكيد أكيد هذا يدعم صمود الأهل الحي، يدعم صمود الناس الذين تعرضوا للتهجير والتطهير العرقي وللضرب، ونأمل أن تكون هناك أيام أخرى بدعم الإخوة العاملين ودعم سقيا الماء في المنطقة. في عندك أكثر من 1,000,000 إنسان يتابعوا هذا البرنامج وهم مستعدون لتقديم الخدمة وتقديم ما تحتاجونه، وجه لهم رسالة وانقل لهم أوجاع أهل الحي ومشاكلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة سقيا الماء. نعم. عليه الصلاة والسلام. فإن ساهموا معنا في سقيا الماء من خلال توفير السولار، لأنه نحن نعاني بأزمة سولار، فسنكون شاكرين لهم. لو قصف خلايا الطاقة الشمسية، إن برضو ساهموا معنا في خلايا أو إنشاء نظام طاقة شمسية للمسجد، أيضا سنكون شاكرين لهم. إضافة إلى مشروع المياه الذي لا يمكن الاستغناء عنه. يستهلك كم يوميا يعني؟ بالتكلفة، بالتكلفة، لأن الناس تفهم بالدولار. سنتكلم بالدولار. بالدولار. تتحدث التشغيلة اليومية تكلف ما يقارب 200 دولار. نعم. تشغيلة اليومية. لأنه ارتفع بسبب ارتفاع والوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي تكلف 50 دولار تقريبا. نعم. الوضع الطبيعي، لكن مع اشتداد الحصار وعدم دخول السولار أصبحت تكلف 200 دولار. نعم. مشاهدي برنامج قناديل الأقصى وقناة أصيل الفضائية مدعوون لأن تستمر الحياة في هذا المكان، أن يستمر سقيا الماء للصائمين، لأن الصائمين الذين يسقون بفضل مساهماتكم الله عز وجل يدخلهم يوم القيامة من أوسع أبواب الجنة وباب الريان. سقيا الماء في حي السيد هاشم، في حي السيد هاشم، يجب أن تستمر، يجب أن لا تتوقف، يجب أن لا يأتي يوم خلال الشهر الفضيل وحتى بعد انتهاء الشهر الفضيل، طالما نحن في أجواء هذا العدوان، يجب أن لا يأتي يوم واحد لا يسقى الناس فيه الماء. الناس الآن عادوا إلى الحي ببركة هذه الجهود وببركة هذه التضحيات. الإخوة العاملين في هذا المشروع يعملون رغم كل الخطورة الموجودة، كل القصف الإسرائيلي الذي يستهدف كل من يحاول أن يعيد الحياة. هم يريدون ترحيلنا، هم يريدون غزة خاوية من سكانها، خاوية من المسلمين والموحدين. بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بألف خير.